الشراكة والتبادل الحر الغير متوازية وانعكاس ذلك على ميزان المبادلات التجارية والعجزها، فإن المغرب ظل دائما حريصا على تطوير علاقاته الأوروبية وتوسيعها لتشمل ميادين أخرى. علاقات مع البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي، اعتقد بان احنا ما غاديش نسقطوا في الاستفزاز والاستفزاز المضاد، لان هناك علاقه تاريخيه، هناك علاقه استراتيجيه مع الاتحاد الاوروبي. البرلمان الاوروبي ابان ربما على واحد الموقف، هذا الموقف حنا فهمناه ان كاينه تيارات سياسيه عندها اجندات سياسيه واللي كنعرفوا المرامي ديالها واللي كنعرفوا الاهداف ديالها، فكنظن هادشي ما غاديش يزعجنا. يعني هذا مجرد قرار خداه البرلمان الاوروبي في واحد السياق معين في واحد الزمن معين، فاعتقد بان المغرب عنده سيادته الكامله، عنده الوحده ديالو، وكل ما هناك اجماع على القضايا الوطنيه الاستراتيجيه للمغرب، فكنظن هادشي ما غاديش يحركنا. الندوه طبعا جات في هذا، جبت هذا الموضوع ديال السياسه الخارجيه للمغرب طبعا نحو إرساء وتقوية شراكات متنوعة وجديدة، لأن اليوم كاين واحد الاتحاد مغاربي اللي يجب تقويته، وكنلقاو في الديباجة ديال الدستور كنلقاو توطيد وأيضا وإرساء العمق الإفريقي بحكم الانتماء لهذا القارة الإفريقية، وأيضا حتى تقوية التعاون على مستوى التعاون جنوب جنوب، وغنظن المغرب أنه أصبح رائد دوليا وعالميا على هذا المستوى. اظن هذا هو ما يقض مضجع البعض ربما او يزعجهم، ولكن المغرب سائر في الطريق ديالو، المغرب يعرف من اين اتى والى اين اسير يسير، يعني بكل ثبات وبكل ثقه، وحنا الشعب المغربي ملتف وراء صاحب الجلاله الله يحفظه، وما عندوش شك يعني لا في التاريخ ديالو ولا حتى في المستقبل ديالو، لان احنا غادي نجمع من اجل ارساء هالشراكات، ولكن بنيه على الاحترام المتبادل وعلى النديه الدبلوماسيه الرسميه. ولكن لما نتحدث عن رديف ما يمكنش غادي نخليوها بوحديتها كتمشي في يعني كتمشي في واحد الاتجاه اللي ما كان ربما ما كان وفروا ليه الشروط. شنو كنعني بهذا الكلام؟ اليوم خاص الدبلوماسيه الموازيه ما تكونش كتعتمد على التمثيليه الحزبيه فقط، لان في اخر المطاف حنا ولو كاحزاب ولكن كنمثل الوطن. اذا صعب جدا اليوم انا غادي نجي نقول التمثيليه النسبيه، غادي نعطي واحد الهيئه سياسيه معينه واحد العدد واحد القدر ديال الممثلين في قضايا ديال البلاد، في حين غادي نقدر نقصي واحدين اخرين اللي ربما عندهم امكانيات عندهم تجربه عندهم تراكم واللي فعلا غادي يكون لهم اثر في هذا الحضور. اعتقد ان هذه المقاربه اليوم خاطئه. علاش كنقول خاطئه؟ لان الوطن قبل الحزب. الى وصلنا لهذا النضج هذا غادي نكونوا كندافعوا على القضيه الوطنيه بشكل صحيح. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه، فاش غادي نرجع للدبلوماسيه الرسميه، خاصها يعني الدعم ما هو موازي. علاش؟ لانك تعطيهم الامكانيات، كتعطيهم الوثائق، كتعطي حنا كنعرفوا التوجه ديال البلاد، ولكن كاين تفاصيل اللي ربما خاص واحد المحفظه. حنا قلنا تكون واحد المحفظه دبلوماسيه اللي كتعطى الدبلوماسيه الموازيه باش فعلا يقدر يكون الترافع ويقدر يكون الدفاع على القضايا ديال البلاد. اعتقد ان اليوم كاين هذا النضج وكاين هذا الوعي، بقى فقط ان هذا الشيء نزلوه باش فعلا تقدر تمشي الامور بهذه الانسيابيه اللي كنطمحوا لها. اليوم ما نعيشه مع البرلمان الاوروبي، ولا اقول الاتحاد الاوروبي، ولا اقول مجلس اوروبا والمفوضية الأوروبية، أقول البرلمان الأوروبي، هو نتيجة لأساسا موضوع اقتصادي. ماشي أول مرة دابا اللي تيتم الهجوم علينا بهذا الشكل. كلما اقتربت اقترب شي موعد شي اتفاقية أو عقد أو شي حاجة من هذا القبيل، إلا وتتكون هذه المحاولة تاع إضعاف الطرف المغربي باش يعني يقبل الشروط اللي تجي من أطراف أخرى. هذا أمر واضح ومعروف وتعودنا عليه. اليوم إلى جانب خصوم المملكة اللي معروفين في البرلمان الأوروبي وما قلال وليني معروفين، والإشارة جزء منهم اللي يدير تصدع داخل أوروبا ماشي غير معنا. إلى جانب هادو كاين لوبيات أخرين اللي تحركوا بإعاز من جهة معينة. لماذا؟ لأن صاحب الجلالة أولا خدا قرار ديال ربط كل علاقة اقتصادية مع الأراضي الوطنية بأتمها من طنجة للقويرة. هذا طبعا أزعج البعض وبشكل يعني مفاجئ، لأن صاحب الجلالة قال احنا ما بقيش غنتعاونوا اقتصاديا مع شي حد اللي تيشكك في الوحدة الترابية ديالنا. يعني هذا هو الخلاصة، هذا ولا خطا خلق مشكل تزامن مع مجموعة القوانين اللي تم تحيين ديالها بخصوص صفقات
العمومية في المملكة المغربية. كاين استثناءات قليلة اللي يمكن تكون بالمباشر، ما عدا ذلك كل شيء تيمر عبر الصفقات بالمناقصة. اليوم اعتادت الدول دولة بعينها ومقاولات اعتادوا باش يحصلوا على الصفقات بشكل يعني مباشر، وبداك الأتمينة التفضيلية بالنسبة لهم ماشي بالنسبة لنا، وتشغيل المقاولات طبعا ديالهم. اليوم إذن هذا أصبح يزعج هذا الطرف واحد شكل قوي جدا. كذلك وفي نفس الإطار لابد أن نسجل على أن الاستباقية اللي يعمل بها صاحب الجلالة محمد السادس الله ينصره منذ اعتلاء عرش سلاف الميامين هو التغيير الوجهة ومشى للجنوب، جنوب جنوب، تعاون مع إفريقيا، إذن جنوب جنوب ورابح رابح. ومن النهار الأول صرح بذلك ومشى وعواد وعواد يعني، وكاين طلبات يومية باش تكون زيارات رسمية. Nous devons être ensemble, nous n'avons pas de passif colonial.